بعد أن شهدت مصر سلسلة من الإضرابات في قطاعات حيوية ربما يأتي الدور على أكثرها خطورة وهو قطاع المخابز، أصحاب هذه المخابز هددوا بالإضراب عن العمل والتوقف عن إنتاج الخبز ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم خلال 15 يوما. مضطرين آسفين في حالة عدم الاستجابة والنظر لهذه الطلبات المشروعة سنتوقف عن الإنتاج بعد يوم 15/10/2011، ليس من أجل التوقف عن الإنتاج ولكن نظرا لعدم القدرة على سداد ارتفاع عناصر التكلفة. أزمة أصحاب ما يقرب من 25,000 مخبز على مستوى الجمهورية ليست وليدة اليوم. احنا من 2006 لغاية النهاردة لن يتم النظر في التكلفة، وتراكمت علينا الديون بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وبسبب إتاوات المجالس المحلية التي فرضت علينا وهي جنيه على كل شوال. طبعا هم كانوا ايه مثلا النهارده بكره النهارده بكره لغايه ما تمددت المده دي سنتين، بالرغم ان مثلا في اي مخالفات على صاحب المخبز بيضطر ان هو يوقف له الحصه بتاعته عشان ياخدها. وعيش المعاناه ديت علشان تكلفه من 89 ل 2006 ما فيش تكلفه، ارتفاع اسعار متدارج على طول اللي دخل في سلعه الرغيف وللاسف ما اتعملش تكلفه. احنا القطاع الوحيد اللي ما وقفش في الثوره، القطاع الوحيد اللي كان بينضرب عليه نار من البلطجيه وفي اصحاب مخابز انضربوا جروح نفسها، واحنا تعبنا جدا عشان ما نقفش. احنا بناكل الناس، بناكل اهالينا وبناكل اخواتنا وبناكل ولادنا وبناكل الناس كلها، احنا قطاع خدمي. ورغم اقرار مسؤولي وزاره التضامن الاجتماعي بان مستحقات اصحاب المخابز تبلغ بالفعل 250 مليونا، تقول انها نجحت في توفير 150 مليونا منها وتسعى للحصول على بقية المبلغ، إلا أن الأزمة تظل قائمة حتى إشعار آخر. رشا نبيل، العربية، القاهرة.